تتواصل أعمال القافلة الطبية الأزهرية بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير بمدينة أبشة حضرة إقليم والداية، حيث تجري البعثة تحاليل طبية لتشخيص بعض الأمراض ومنح علاجات مجانية للمرضى. تقرير الحبيب حامد محمد. تتواصل القافلة الطبية الأزهرية المصرية بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير يومها الرابع في مدينة أبشة. فجانب العمليات الجراحية والكشف والتحاليل والغذاء، اتخذت القافلة بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير كل التدابير اللازمة فيما يتعلق بصرف الأدوية، حيث خصصت صيدلية كبرى فيها عدد كبير من الأدوية لجميع الأمراض البسيطة والمستعصية. وحتى ليلة أمس فقد أرسلت القافلة عبر مؤسسة القلب الكبير أدوية طبية تصرف مجانا للمرضى والذين تم كشفهم ورقم حرارات الشمس وزحمة المرضى، إلا أن القافلة تباشر عملها بكل إتقان. الدكتور محمد أحمد العبد رئيس البعثة الطبية المصرية: معنا أدوية تكفي حوالي 10,000 مريض، نقوم بالكشف ثم نوزع أدوية ها هنا كلها بالمجان. في العمليات عندنا عمليات الجراحة والرمد والعظام كلها تتم في العمليات. يأخذ الدواء بعد العملية ها هنا كما ترى الناس تنتظر، يأخذ الدواء ويأخذ الدواء كاملا، ليس شريط، ليس إنما يأخذ الكمية كاملة. فهذا يكفي. حتى أمس إن شاء الله تعالى كان في 6,000 حالة، يتوقع أن يتم الكشف على 10,000 حالة إن شاء الله. نحن نتكلم على 13 تخصصا: أطفال، الباطنة، الصدر، السالك البولية، العظام، العيون والرمد، نتكلم على الأسنان، عندنا أنف وأذن وحنجرة والجراحة، كل ديت فيها هذه الأدوية. الأدوية توزع مجانا حسب الوصفة الطبية وتكفي لعشرة ألف مريض في مختلف الأمراض: الأطفال، الصدرية، الحساسية، أمراض الولادة، ومسكنات مرض السكر وغيرها. المستفيدون عبروا عن شكرهم وامتنانهم لمؤسسة القلب الكبير والتي حملت لهم الخير في هذه القافلة والتي وصفوها بالبادرة الوطنية. أنت وجهك لي وأنت فرحة مش بالسخانة كتير صدريني أنتوني ماشي أنتوني شريط واحد أنتوني اللي مشيت فوق البيت وده كان فنائي يعني. أنا أشكرة وده كله من أجل توعيتها، هي جابت لنا الفكرة دي وجابت لنا الفكرة السمحة وقدرتنا وناجعت لنا عشان الدواء يجي لنا. وشكرا شاكرين لناس الدولة جابوا لنا الدواء ده، مشاكرين منهم وشكرا والله حفظهم. بريمي الدم اللي ده بيجنوه عمل للمساكين، جاب لنا الدواء الله يعاجرها والله هم يزيدوا ويشكرهم. الدواء ماشي كويس والناس قاعدين يوجهوهم على أي إنسان يجينا على مرض ويوروه على سنتر اللي هو موطن له الدواء حقه ياخده، يوروه أول حاجة يمشي للدكتور اللي هو جاي يكشفه ويجينا في الفارماسي يميزه مع ممكن يمرو يقدر يشيل دواء زي ما حنطلعنا. خدمونا والله يعجبهم أخواننا اللي بخدمونا، كل خدمونا وياسف ولا خدمة ما شاهدين. طوابير المرضى المترامية هنا وهناك تحت حرارة الشمس في ميدان المستشفى الإقليمي لمدينة أبشة لم تكن مشكلة عند مؤسسة القلب الكبير، حيث نصبت الخيم بهدف راحة المرضى وظلهم. مؤسسة القلب الكبير التابعة لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو أدخلت البهجة في نفوس سكان مدينة أبشة وضواحيها. فجانب القافلة الطبية الأزهرية المصرية فإن هناك قوافل خيرية توزع الطعام والشراب والظل والمأوى، تعمل على قدم وساق تزامنا مع هذه القافلة الطبية.